السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المعلومات موجودة كاملة في مجموعة التليجرام. هنا معلومات البلوكشين بجميع اللغات. الضيف البلوكشين على ميتا ماسك أو محفظة ليبر باي، ثم هنا وضع لك محفظة الخاصة بفريق عملة ليبر هنا، وهنا البلوك اكسبلور للتأكد. هذه الأمور كل نشرحها بطريقة عملية. إذن رانا في ميتا ماسك، عندك هنا ليبر القديمة والجديدة. طريقة الإضافة هنا ايد نتورك، ثم هنا تحط المعلومات. كما تشوف هنا حطينا المعلومات بنفس الطريق هكذا، ولكن هذا العنوان نفسه هنا تنزع الحرف S هنا، ثم تعمل هنا أضفت الشبكة الثانية، هنا محفظة ليبرباي، تضغط هنا ثم هنا وهنا وتحط المعلومات تاعك هنا في 4، وتضغط هنا وتعمل كونتيني. كما نشوفه هنا حطينا المعلومات ثم ضغطنا هنا وتعمل كونتيني، قالت لي بلي راك اخترت. ترجع هنا تلقى باللي الشبكة راهي في التست نت، يعني انت ضفتها فقط. الآن المطلوب منك سواء كنت في محفظة ميتا ماسك أو ليبر باي هو إرسال العملات إلى ذلك العنوان، هذا هو المطلوب تحم، ثم هما بعد 7 نوفمبر يكون إعادة إرسال العملة المنقسمة إلى نفس العنوان الذي أرسلته، ولكن بمضاعفة الكمية 200%. نشرحها بطريقة عملية. كما نشوفوا هنا البلوك اكسبلور تاعهم، أولا نأتي بالعنوان حتى نشوف هل يوجد أشخاص يرسلوا عملاتهم ولا لا. نعمل لصق العنوان، نشوفوا هنا رسلوا 3,540,399 عملة، عندها 14 دقيقة ترانزيكسيون، هذه 220 عملة، 883. راح نحاولوا نرسلوا 1 عملة من أجل التيست، ثم نعود نرسل البقية. إذن عندي 1 عملة في الحساب رقم 4، راح نعمل سنت ونضع العنوان هنا، نكتب 1.081 ونعمل نكست. وننتظر. تمت العملية حتى نتأكد أن العنوان صحيح أو لا. الآن نرجعوا لهنا تلقاها ما خرجتش، ولكن راح نعاودو نكوبي العنوان هنا ثم نتأكد. ها
هاي 38 ثانية، ها وصلت لهنا العنوان. واحد عملة فاصل 81 راح يضربوها في 200 ويرسلوها إلى نفس العنوان. إذا أنا تأكدت من العنوان، الآن راح نرسل الكمية الكاملة. ثم نأتي إلى هنا إلى ليبر باي. كما نشوفوا هذه الشبكة الرئيسية، تحم لي فيها 100 مليون عملة. وعندهم هنا الشبكة الثانية اللي مازالت راهي في التست نت، حنا رانا نتبعو الكذاب حتى لفم الباب. ثم نعمل ترانسفير، نحط العنوان الكمية كاملة، راح نخلي رسوم هكذا 769.80. نحط الباسورد ونعمل كونفيرم. الرسوم ما كفاوش، اذا كيما نشوف هنا راح نخلي لهم 2.07 ونعمل نيكست. الان نعمل كونفيرم. تمت العملية 769.80. نروح نتأكد. هاي نشوف العملية منذ 10 ثواني. هنا راح ياخدوا هما العملات هذو ويعاود يرسلوا لك الأضعاف تاعهم على نفس العنوان اللي أرسلته أنت. وفي الأخير نقول لكم بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.